السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب الصف الأول الابتدائي، برحب بيكم يا ولاد كلكم وبقول لكم أهلا بيكم زي ما احنا متعودين دايما كل مرة بنتقابل في درس جديد من الدروس المقررة علينا في منهج الترم الثاني. نركز مع بعض يا ولاد علشان هي دروس مهمة جدا هتفيدك إن شاء الله في كل المراحل اللي جاية. درس النهاردة إن شاء الله يا ولاد بعنوان المفرد والجمع، درس النهاردة بعنوان المفرد والجمع، وهو من الدروس المقررة عليك في منهج الترم الثاني، وهو أيضا من الدروس المهمة جدا علشان احنا حتى كنا ملاحظين في القصص المشتركة والقصص الموجهة والأناشيد اللي أخدناها دايما كنا بناخد الكلمة ومعناها، الكلمة وجمعها، الكلمة ومفردها، والكلمة ومضادها. فالدرس ده يا ولاد من الدروس المهمة جدا اللي احنا لازم نركز عليها علشان تقدر تفيدنا في المراحل اللي جاية بعدك. انا كمان مرة برحب بطلاب وطالبات الصف الاول الابتدائي وبقول لكم اهلا بيكم النهاردة في درس جديد من الدروس المهمة المقررة عليه. درس النهاردة يا ولاد بعنوان المفرد والجمع. العنوان اسمه ايه؟ المفرد والجمع. يبقى درس النهاردة عبارة عن جزئين، الجزء الاول اسمه المفرد والجزء الثاني اسمه الجمع. نشوف المفرد والجمع، هنعرف مع بعض ايه هو المفرد وايه هو الجمع. قال لك المفرد هو ما يدل على شيء واحد فقط سواء كان مذكر او مؤنث. مرة كمان، المفرد هو ما يدل على شيء واحد فقط سواء كان مذكر او مؤنث. يعني ايه يا اولاد الجملة دي؟ يعني ايه لما اقول ما يدل على شيء واحد فقط سواء كان مذكر او مؤنث؟ يعني المفرد بيكون حاجة واحدة بس، المفرد بيكون حاجة واحدة بس سواء كانت مذكر يعني ولد او مؤنث يعني بنت. يعني ولد واحد اسمه مفرد، بنت واحدة اسمها مفرد. زي مثلا لما اقول قلم، اللي هو القلم اللي انا بكتب بيه، هو كم قلم؟ هو قلم واحد، يبقى مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر يعني ولد. لما اقول كتاب، هو كم كتاب؟ كتاب واحد. مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر يعني ولد. لما اقول ولد، هو انا عندي كم ولد؟ هو ولد واحد يعني مفرد، والولد مذكر. لما اقول بنت، عندي كم بنت؟ هي بنت واحد، هتكون مفردة. وهو مذكر ولا مؤنث؟ البنت مؤنثة. معلم اللي هو المدرس، المعلم مفرد ولا جمع؟ مفرد، علشان معلم واحد بس، مدرس واحد فقط. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر يعني ولد. طبيب، طبيب يعني الدكتور، كم طبيب؟ هو طبيب واحد. مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. وردة، كم وردة؟ هي وردة واحدة، يبقى مفردة ولا جمع؟ مفرد. مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث يعني بنت. شجرة، مفرد ولا جمع؟ مفرد. مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. يبقى المفرد يا ولاد هو ما يدل على شيء واحد فقط سواء كان مذكر او مؤنث، يعني حاجة واحدة بس تكون مفردة. يبقى حاجة واحدة بس مفردة سواء كانت مذكر يعني ولد او مؤنث يعني بنت. قلم، مذكر مفرد. كتاب، مفرد مذكر. ولد، مفرد مذكر. بنت، مفردة مؤنثة. معلم، مفرد مذكر. طبيب، مفرد مذكر. وردة، مفردة مؤنثة. شجرة، مفردة مؤنث. ده يا ولاد المفرد. يبقى المفرد هو ما يدل على شيء واحد فقط، حاجة واحدة بس سواء كان مذكر يعني ولد واحد او مؤنث او بنت واحد، مثل قلم، كتاب، ولد، بنت، معلم، طبيب، وردة، شجرة. طيب الجمع، قالك الجمع هو ما يدل على اكثر من اثنين او اثنتين، يعني اكتر من اثنين يا ولاد يبقى جمع، سواء كان مذكر او مؤنث، سواء كان مذكر او مؤنث، يعني جمع عدد كبير اولاد او جمع عدد كبير بنات. ونفتكر مع بعض كده، احنا قلنا قبل كده في اسماء الاشاره، نفتكر وقلنا في اسماء الاشاره كلمه هؤلاء للجمع العاقل، وقلنا الجمع
عدد كبير، وعاقل يعني إنسان، زي لما أقول هؤلاء معلمون، هؤلاء مهندسون، ونفتكر مع بعض وقلنا هذه بتيجي للجمع الغير العاقل اللي هو الجمع عدد كبير، وغير عاقل يعني حاجة لا تتكلم ولا تأكل ولا تشرب ولا تتحرك. ده مثلا هذه كتب، هذه أقلام، هذه مدارس، هذه فصول، صح كده؟ يبقى احنا قلنا قبل كده ان المفرد شيء واحد فقط، سواء كان مذكر او مؤنث، يعني ولد واحد او بنت واحد. اما الجمع عدد كبير جدا، سواء كان مذكر يعني اولاد كتير جدا، او مؤنث بنات كتير جدا. زي مثلا لما اقول اقلام، اقلام كتيرة جدا، جمع. كتب، الكتب اللي في الشنطة معايا كلها، جمع. معلمون، المدرسين اللي في المدرسة عندنا كلهم، جمع. أطباء، الدكاترة اللي شغالة في المستشفى كلها، جمع. تلاميذ، انتوا الطلاب اللي في المدرسة كلها، جمع. أشجار، الشجر اللي موجود في المدرسة أو موجود في كل مكان، جمع. الورد اللي مزروع في كل مكان، جمع. ده يا ولاد درس النهاردة اللي هو بعنوان المفرد والجمع. قبل ما عيده تاني برحب بطلاب الصف الأول الابتدائي، طبعا كلكم وحشتوني كتير جدا. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جديد من الدروس اللي علينا السنة دي يا ولاد في منهج الترم التاني، وهي بعنوان المفرد والجمع. قبل ما أبدأ في المفرد والجمع، احنا خدنا وقلنا في أسماء الإشارة وضمائر المتكلم المفرد المذكر والمفرد المؤنث، وقلنا المفرد المذكر يعني ولد واحد، المفردة المؤنثة يعني بنت واحد، صح كده؟ وقلنا نحن بتيجي للجمع، وهؤلاء بتيجي للجمع العاقل، صح كده؟ وقلنا الجمع هو عدد كبير جدا عاقل. اما قلنا هذه بتيجي للجمع الغير العاقل، يعني حاجات كتيرة جدا بس مش بتتكلم ومش بتتحرك. فدرس النهاردة يا ولاد بعنوان المفرد والجمع. ايه هو المفرد؟ قال لك المفرد هو ما يدل على شيء واحد فقط، المفرد حاجة واحدة بس، سواء كانت مذكر او مؤنث، يعني ولد واحد او بنت واحد. لما اقول قلم، مفرد مذكر، كتاب، مفرد مذكر، ولد، مفرد مذكر، بنت، مفردة مؤنثة، معلم، مفرد مذكر، طبيب، مفرد مذكر، وردة، مفردة مؤنثة، شجرة، مفردة مؤنثة. أما الجمع هو ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يعني عدد كبير جدا يا ولاد، سواء كان برضو مذكر أو مؤنث. لما أقول أقلام، ده إقلام في البنس الكيس بتاعتي، عدد كبير جدا، يبقى جمع. كتب، الكتب اللي في الشنطة موجودة عندي كتيرة جدا، جمع. معلمون، اللي هم اللي في المدرسة بيدوني كل المواد، عدد كبير جدا، جمع. أطباء، الدكاترة اللي شغالة في المستشفى كلها مع بعض، جمع. تلاميذ، التلاميذ اللي هم في المدرسة كلهم زيكم كده يا ولاد، جمع. أشجار، الشجر اللي مزروع في حوالينا كله، جمع. ورد برضو، جمع. ده يا ولاد درس النهاردة المفرد والجمع. يبقى أنا دلوقتي لما أسأل طالب وأقول له إيه هو المفرد؟ إيه اللي أنت فهمته من كلمة المفرد؟ يقول لي يا مستر أنا فهمت من حضرتك إن المفرد حاجة واحدة بس، شيء واحد بس، سواء كان مذكر يعني ولد أو مؤنث يعني بنت، زي قلم، كتاب، ولد، بنت، معلم، طبيب، وردة، شجرة. أما الجمع هو عدد كبير جدا، سواء كان مذكر أو مؤنث، زي أقلام، كتب، معلمون، أطباء، تلاميذ، أشجار، ورد. ده يا ولاد درس المفرد والجمع. طب نحل مع بعض التدريبات كده ونشوف هنفهم الدرس ولا هنعيد شرحه كمان مرة. تدريبات على درس المفرد والجمع. تدريبات على المفرد والجمع. أول سؤال بيقول صنف الكلمات الآتية حسب نوعها، مفرد أو جمع. يعني موجود جدول، هتشوف لو الكلمة مفردة هنحطها في جدول المفرد، لو الكلمة جمع هنحطها في جدول الجمع. تاني يا ولاد، يبقى أول سؤال بيقول صنف الكلمات الآتية حسب نوعها، مفرد أو جمع. مفرد أو جمع، لو الكلمة مفردة يا ولاد هنحطها في جدول المفرد، لو الكلمة جمع هنحطها في جدول الجمع. طب ايه الكلمات؟ الكلمات كلمة معلم، مدرسة، ملاعب، جامعات، طالبات، معلمة، كتاب، صيادون.
تاني الكلمات يا ولاد اللي معانا قدامنا: معلم، مدرسة، ملاعب، جامعات، طالبات، معلمة، كتاب، صياد. السؤال كمان مرة بيقول: صنف الكلمات الآتية حسب نوعها، مفرد أو جمع. يعني هتشوف الكلمة نوعها مفرد هنحطها في جدول المفرد، الكلمة جمع هنحطها في جدول الجمع. معلم، مدرسة، ملاعب، جامعات، طالبات، معلمة، كتاب، صياد. ايه هي الكلمات المفرد؟ قبل ما نحل كده مع بعض نطلع مع بعض كده الاول الكلمات المفرد اللي هي بتدل على شيء واحد فقط سواء كان مذكر او مؤنث. الاحظ ان كلمة معلم مفرد، هو مفرد مذكر، المعلم ولد. كلمة مدرسة كلمة مفردة، مذكر ولا مؤنث؟ لا مفردة مؤنثة يعني بنت. كلمة معلمة اللي هي المدرسة يا ولاد، معلمة كلمة مفردة ومفردة مؤنثة يعني بنت. كلمة كتاب مفرد ومفرد مذكر يعني ولد. دي كلمات المفرد. كلمات الجمع بقى اللي هي بتدل على عدد كبير، كلمة ملاعب اقصد بيها ملاعب كتيرة جدا. طب دي جمع عاقل ولا غير عاقل؟ الاحظ ان كلمة ملاعب جمع غير عاقل، الملاعب مش بتتكلم، الملاعب مش بتتحرك. طب لو اسم الاشارة هذه ملاعب ولا هؤلاء ملاعب؟ هختار هذه ملاعب. كلمة جامعات اللي هي ان شاء الله لما تكبروا كده تدخلوا الجامعة يعني الكلية ان شاء الله، فجامعات. لما اقول جامعات، جامعات كلمة جمع، اقصد بقى جامعات كتيرة جدا. عاقل ولا غير عاقل؟ جمع غير عاقل. اقول هذه جامعات ولا هؤلاء جامعات؟ اقول هذه جامعات علشان جمع غير عاقل. طب اقول طالبات، طالبات برضو جمع، اقصد بها طالبات كتيرة جدا يعني بنات في المدرسة كتيرة جدا. جمع عاقل ولا غير عاقل؟ يعني اقول هذه طالبات ولا هؤلاء طالبات؟ اقول هؤلاء طالبات عشان طالبات جمع عاقل، جمع عاقل. كلمة الجمع ايضا كلمة صيادون، صيادون مفردها صياد، صيادون كتير قوي يا ولاد. يبقى جمع ولا مفرد؟ جمع. عاقل ولا غير عاقل؟ جمع عاقل. يعني هذه صيادون ولا هؤلاء صيادون؟ هؤلاء صيادون. فكلمات المفرد قلنا: معلم، مدرسة، معلمة، كتاب. كلمات الجمع: ملاعب، جامعات، طالبات، صيادون. يبقى أربع كلمات مفرد وأربع كلمات جمع. أهم يا أولاد قدامك على الشاشة. يبقى الكلمات المفرد: معلم مفرد مذكر، مدرسة مفردة مؤنثة، معلمة مفردة مؤنثة، كتاب مفرد مذكر. الجمع كلمة ملاعب جمع غير عاقل، جامعات جمع غير عاقل، طالبات جمع عاقل، صيادون جمع عاقل. ده أول سؤال يا أولاد على المفرد والجمع. يبقى السؤال بيقول: صنف الكلمات الآتية مفرد أو جمع: معلم، مدرسة، ملاعب، جامعات، طالبات، معلمة، كتاب، صيادون. يبقى كلمات المفرد: معلم، مدرسة، معلمة، كتاب. كلمات الجمع: ملاعب، جامعات، طالبات، صيادون. ده السؤال الأول. السؤال الثاني بيقول: تابع تدريبات على المفرد والجمع. تابع تدريبات على المفرد والجمع. هنشوف رأس السؤال بيقول ايه. السؤال اللي فات صنفنا الكلمات، قلنا كلمات المفرد حطيناها في جدول المفرد، وقلنا كلمات الجمع حطيناها في جدول الجمع. طب السؤال ده بيقول لك ايه بقى؟ ركز معي. حول من الجمع الى المفرد. يعني يا ولادي الكلمة جمع، الكلمة عدد كبير جدا، عايز احولها لكلمة مفرد حاجة واحدة بس. تاني يبقى السؤال بيقول: حول من جمع الى مفرد. حول من جمع الى مفرد يعني الكلمة عدد كبير جدا احولها بتكون حاجة واحدة بس. زي طالبات، مفرد طالبات، طالبة. الاحظ طالبات اللي هم بنات المدرسة كلهم يا ولاد جمع، مفردها طالبة يعني بنت واحدة. معلمون مفردها معلم، معلمون اللي هم المدرسين اللي معانا في المدرسة كلهم، مفردها معلم. طلاب مفردها طالب، طلاب مفردها طالب، طلاب اللي هم الطلاب اللي في كل المراحل اللي معانا في المدرسة مفردها طالب. كتب اللي معانا في الشنطة، العربي، الماس، الساينس، الجيرمان، الفرنسي، كل الكتب دي جمع، مفردها كتاب. أقلام الأقلام اللي في البنس الكيس عندك كلها موجودة، مفردها قلم. مدارس مفردها مدرسة. حقائب مفردها حقيبة. ورود مفردها وردة. ورود مفردها ورد.
يبقى السؤال التاني بيقول حول من جمع إلى مفرد. حول من جمع إلى مفرد يعني الكلمة الجمع عدد كبير يا أولاد، هنحولها المفرد حاجة واحدة بس، مفرد طالبات طالبة، مفرد طالبات طالبة، مفرد معلمون معلم، مفرد معلمون معلم، مفرد طلاب طالب، مفرد طلاب طالب، مفرد كتب كتاب، مفرد كتب كتاب، مفرد أقلام قلم، مفرد أقلام قلم، مفرد مدارس مدرسة، مفرد مدارس مدرسة، مفرد حقائب حقيبة، مفرد حقائب حقيبة، مفرد ورود وردة، مفرد ورود وردة. طيب السؤال الثالث بيقول تابع تدريبات على المفرد والجمع. تابع تدريبات على المفرد والجمع. السؤال اللي فات حولنا من جمع إلى مفرد يعني الكلمة جمع حولناها المفرد. طب السؤال ده حول من المفرد إلى جمع. حول من المفرد إلى جمع يعني يا أولادي الكلمة مفردة كلمة واحدة عايز أحولها جمع عدد كبير، زي جمع طالبة طالبات، طالبة أقصد بيها طالبة واحدة بس، لما حولها بقى الجمع طالبات يعني بنات كتير في المدرسة. معلم جمعها معلمون، معلم مدرس واحد اللي هو مدرس العربي، معلمون كل معلمين المدرسة البي اي الساينس الجيرمان الفرنش الماس، يبقى معلمون جمع. شجرة جمع شجرة أشجار، شجرة اللي هي شجرة واحدة جمعها أشجار، أشجار كتيرة مزروعة جنب بعض في الحديقة. جندي اللي هو الجندي اللي بيدافع عن البلد، جمع جندي جنود، جمع جندي جنود. جمع كوكب اللي أخذناه في قصة الأحلام عالية، كواكب المجموعة الشمسية عطارد الزهرة الأرض المريخ المشترى زحل أورانوس نبتون، كوكب واحد اللي هو مثلا كوكب عطارد، جمع كواكب كل كواكب المجموعة الشمسية اللي احنا أخذناه في القصة. جمع أرض أراضي، جمع أرض أراضي، كلمة أرض مفرد أرض واحدة بس، جمع كلمة أراضي. جمع ولد أولاد، جمع ولد أولاد. جمع علم أعلام، جمع علم أعلام. يبقى السؤال يا ولد بيقول تابع تدريبات على المفرد والجمع. السؤال حول من المفرد إلى الجمع يعني الكلمة مفردة حاجة واحدة بس أحولها الجمع عدد كبير، جمع طالبة طالبات، جمع معلم معلمون، جمع شجرة أشجار، جمع جندي جنود، جمع كوكب كواكب، جمع أرض أراضي، جمع ولد أولاد، جمع علم أعلم. السؤال اللي بعده تابع تدريبات على المفرد والجمع بعنوان هاد جمع ما يلي. هاد جمع ما يلي يبقى يا أولادي الكلمة مفردة حاجة واحدة بس هجيب جمعها اللي هو العدد الكبير. جمع أسد أسود، جمع صقر صقور، جمع قلم أقلام، جمع عين عيون، جمع طائر طيور، جمع الولد الأولاد، جمع التلميذ التلاميذ، جمع الطفل الأطفال، جمع القلب القلوب، جمع السمكة الأسماك. السؤال كمان مرة تابع تدريبات على المفرد والجمع هات جمع ما يلي. الكلمة يا ولاد مفرد حاجة واحدة بس هجيب جمعها، جمع أسد أسود، جمع صقر صقور، جمع قلم أقلام، جمع عين عيون، جمع طائر طيور، جمع الولد الأولاد، جمع التلميذ التلاميذ، جمع الطفل الأطفال، جمع القلب القلوب، جمع السمكة الأسماك. السؤال الأخير بيقول تابع تدريبات على المفرد والجمع. تابع تدريبات على المفرد والجمع وعنوان السؤال هات مفرد ما يلي. هات مفرد ما يلي يعني يا ولد مفرد ما يلي يعني الكلمة جمع هجيب مفردها، الكلمة جمع عدد كبير جدا هجيب مفرد حاجة واحدة بس. مفرد رجال رجل، مفرد رجال رجل. مفرد أطباق طبق، مفرد أطباق طبق. مفرد بذور بذرة، مفرد بذور بذرة. مفرد قلوب قلب، مفرد قلوب قلب. مفرد مدارس مدرسة، مفرد مدارس مدرسة. مفرد فصول فصل، مفرد فصول فصل. مفرد أوراق ورقة،
مفرد أوراق ورقة، مفرد مصابيح اللي هو اللمبة يا ولاد مصباح، مفرد مصابيح مصباح، مفرد ألوان لون، مفرد ألوان لون. السؤال كمان مرة بيقول هات مفرد نايلي، يعني الكلمة جامعة يا ولاد هجيب مفردها حاجة واحدة بس، مفرد رجال رجل، مفرد أطباق طبق، مفرد بذور بذرة، مفرد قلوب قلب، مفرد مدارس مدرسة، مفرد فصول فصل، مفرد أوراق ورقة، مفرد مصابيح مصباح، مفرد ألوان لون. كده يا ولاد شرحنا درس النهاردة اللي هو بعنوان المفرد والجمع. قلنا المفرد حاجة واحدة بس يدل على شيء واحد فقط، سواء كان مذكر يعني ولد أو مؤنث يعني بنت. الجمع يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، عدد كبير جدا سواء كان مذكر أو مؤنث. كده يا أولاد النهاردة شرحنا درس جديد من الدروس المقررة عليك في منهج الترم الثاني، وهو بعنوان المفرد والجمع، وشرحنا إيه هو المفرد وإيه هو الجمع، وحلينا أنشطة وتدريبات كتير عليه. إن شاء الله هنتقابل قريب في درس جديد من الدروس المقررة علينا في منهج الترم الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.